لقد بعث رسول الله أخانا مصعب بن عمير لأهل يثرب ليعلمهم أمر دينهم. لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فكلمة التوحيد هي التي بعث بها الله نبيه محمد رحمة للعالمين. وماذا عن عبادة الأصنام يا مصعب؟ باطلة، فهي شرك بالله الواحد الأحد، فلا بد من عبادة الله وحده لا شريك له. وماذا عن أخلاق الجاهلية؟ أما عن أخلاق الجاهلية فتمحوها كلمة لا إله إلا الله عند دخولها القلوب، وكلما زاد إيمان العبد زادت أخلاقه، وكلما نقصت ظهرت عليه آثار الجاهلية. وماذا عن الصلاة؟ يا أهل يثرب، الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة، فهيا لأعلمكم. فكان هذا هو التمهيد لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، وكان مصعب بن عمير هو السفير الأول بعد بيعة العقبة الأولى. يا مصعب، لقد هدى الله الناس إلى الإسلام بفضلك. يا أسعد يا ابن زرارة، هذا فضل الله لا فضلي. لعل الله أراد أن يعمر بالإيمان والقرآن القلوب. أظن أن رسول الله سيسعد بهذه النتائج العظيمة. أشكرك يا أسعد أن فتحت لي بيتك لأقيم فيه. إنما المؤمنون إخوة. وفي العام 13 من البعثة، لما انتشر الإسلام في المدينة على يد مصعب بن عمير، ورسول الله في مكة يلاقي عنة قريش وأذاها الذي كان يشتد على مر الأيام، قدم وفد الأنصار في موسم الحج وكانوا 70 رجلا وامرأتين، وقالوا: نبايعك يا رسول الله. رويدا يا أهل يثرب، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها. فداك أبي وأمي يا رسول الله. وهكذا تمت بيعة العقبة الثانية، وأصبح الأنصار هم حواري رسول الله. وتهيأت يثرب لاستقباله. علينا أن نمنعهم من هذه الهجرة، علينا أن نفرق بين الزوج وزوجه، وأن نجردهم من أموالهم. هذه فضيحة كبرى لمكة وأهلها. لن تحدث الهجرة مهما كان الثمن، بالقتل أو بالحبس أو بأية وسيلة. رسول الله خرج في الظهيرة مع أبي بكر الصديق قاصدا المدينة. أخاف عليه من قريش وغدرها يا بلال. شعرت قريش أن الإسلام أصبح له دار يلجأ إليها وحصن يحتمي به، فخافت من عواقب هذا الأمر الذي صار يهدد كيانهم، فباتوا يبحثون عن حامل لواء دعوة الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور 3 ليال. هذا غار ثور، الأثر يقول إنهم قد اقتربوا من هنا. يا نبي الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. قال صلى الله عليه وسلم: أسكت يا أبا بكر، ما بالك باثنين الله ثالثهما. لقد شل تفكيري، فعلينا أن نعلن عن مكافأة لمن يعثر على محمد وأبي بكر أو يقتلهما. إلا تنصروا فقد نصره الله
فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. يا سامع نجوى من في الغار وصارف عنهم الأنظار يا سامع نجوى من في الغار وصارف عنهم الأنظار دي لو عين الخصوم بصرت لكانوا خصوم ولا كفار. الحمد لله أن نزل رسول الله بقباء فبنى لنا مسجدا. بعد أن أقام النبي في قباء 14 ليلة جاءه أخواله من جده عبد المطلب في الطريق وهم زعماء بني النجار في يثرب متقلدين سيوفهم وأحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلوا المدينة به ليحموه من اليهود وباقي المشركين من الأوس والخزرج الذين لم يؤمنوا مع مصعب بن عمير وما زالوا متصلين بقريش وحلفائها الذين يريدون القضاء على محمد وأتباعه. جاء نبينا نبي الله جاء حبيبنا رسول الله جاء نبينا نبي الله جاء حبيبنا رسول الله جاء نبينا نبي الله جاء حبيبنا رسول الله. ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء كما فرحوا برسول الله صلى الله عليه وسلم.